نعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. حال الوجود إلى الفناء يقول: فاغتنم ثوابا فالحياة تزول، فالمال يفنى والمناصب ظله، والعمر يمضي لا أراه يطول. وانظر إلى تلك المقابر كم بها من فاق قدرك، والقبور تقول: هذا الأمير أو الوزير وغيرهم كل إلى هذا الثرى محمول. نعم، هذا الغني أو الفقير وغيرهم كل إلى الثرى محمول، هذا الكريم أو البخيل وغيرهم كل إلى هذا الثرى محمول، هذا العزيز أو الذليل وغيرهم كل إلى هذا الثرى محمول. فاعمل بما يرضي الإله وفز به واطلب يصيبك في الختام قبول. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وشكر الله سعيكم، وعظم الله تعالى أجركم. نتحدث إلى حضراتكم أيها الإخوة من قرية الدنابيق، مركز المنصورة في محافظة الدقهلية، في ليلة قرآنية محمدية، في تكريم واحدة من نساء أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عاشت وربت واستعانت بربها على مصائب الدهر، ولبت نداء ربها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نسعد بحضراتكم حيث جئنا لتقديم واجب العزاء للزميل الإعلامي المعروف الأستاذ مسعد الجهري، كبير مذيع إذاعة القرآن الكريم، وشهرته بين الأحبة مداح الرسول. فهو عندما يقف مكاني متحدثا يأخذ بالألباب ويلفت إليه الأنظار، فكلامه يخرج من القلب يصل إلى قلبك مباشرة، مذكرا لك بنعمة الإسلام والإيمان وبنعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الأنام. فباسم أخي الأكبر حسين صلاح نجم عمدة كفر البجور في محافظة المنوفية، أتقدم بخالص العزاء إلى شهيق الأصغر وزميلي المؤدب الأستاذ مسعد الجهري،
وإلى واحد سعيد برؤياه في هذه الليلة، الحاج عبد الجواد عمدة هذه القرية. التقيته في التسعينيات عندما أراد الله بي الخير وأخذ بي إلى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ليلة كريمة نودع شهر شعبان، وغدا إن شاء الله تعالى الليلة الأولى لشهر نزول القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإلى عائلة الراحلة نحمد الله تعالى على قضائه وقدره أن أمكم لبت نداء ربها في آخر أيام شهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. واليوم نودع الراحلة وفي آن واحد نحتفل بعيد الأم، الأم التي ذكرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم بفضلها عندما سأله أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أوصني يا رسول الله، فأوصاه صلى الله عليه وسلم بأمه 3 مرات وبوالده 1 مرة، إنه بر الوالدين الذي يستمر حتى بعد مماتهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فيا أبناء الراحلة، إحسانكم بأمكم عليها رحمة الله موصول، انتبهوا إلى حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا الإخوة المؤمنون، وحتى لا أطيل عليكم، كلمة أخيرة: إنني على بعد كيلومترات من طناح، وعندما أتذكر كلمة طناح تأتي إلي الذكريات الغاليات لفضيلة قارئنا الشيخ محمد الصي الضيف، الجيل الذي عندما كان يجلس قارئا لآيات القرآن الكريم من خلال تلاوته يرسل برقيات عاجلة إلى مستمعيه: انتبه أيها المحب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسل نفسك وأنت تستمع إلى آي الذكر الحكيم أين أنت من توجيهات القرآن الكريم ومن وصايا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الإخوة المؤمنون، خالص العزاء، وأدعو الآن فضيلة الشيخ المتقن المجيد دكتور عبد الناصر حرك مستكملا التكريم لهذه الراحلة الغالية. أدعو الله سبحانه وتعالى لفضيلة الدكتور الشيخ عبد الناصر حرك أن يفتح الله عليه فتوح العارفين به، وهو يتلو علينا ما يتيسر من آيات الذكر الحكيم، فليتفضل مشكورا.
عم جمال، يصلح حالك حبيبي، يصلح حالك يا رب. صوت محمود يا عم كحة يا عم، قول حاجة. الله يصلح حالك يا رب. ايه المفاجأة الطيبة دي؟ على راسي يا باشا، على راسي. صباحك مشكور، احفظك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الله أكبر. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت
الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ويفعل الله ما يشاء. كل حين بإذن
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. اصبر يا ابن اصبر تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة
السماوات والأرض
السماوات والأرض وأنزل وأنزل من السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم سخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم الله. صلوا على رسول الله كما نزيد الصلاة عليه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. اللهم صل عليك سيدي يا رسول الله. اللهم لك الحمد ولك الشكر. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن
رب إنهن
أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور الصلاة والسلام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل عليه. طبعا انا نكبر بخاطره. الحمد لله الحمد لله ربنا وتقبل الدعاء
اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. استمعنا واستمتعنا مع ذلكم العالم الاذاعي وقارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي وسفير من سفراء القران الكريم في جميع الدول الاسلاميه فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك قارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة. نقلت لحضراتكم الهندسة الصوتية ادارة المهندس أبو علي المقيم بميت مزاح مركز مدينة المنصورة بمحافظة الدقالية. الانارة الحديثة ادارة اولاد الغواصي المقيمين بالدنبي مركز مدينة المنصورة. من داخل كبرى مخازن الفراش والخيام المكيفة ادارة احمد عزام المقيم بطناح مركز ومدينة المنصورة. واجب الضيافة وعميد الخدمات الفندقية المتميزة ادارة البدو نعيم مقيم بكمبن امراض مركز ومدينة المنصورة. وقام بتصوير هذه الليلة عبر شاشة انترنت والبث المباشر علي السيد من التصوير التلفزيوني ومحمد مفيد الكورشي مقيم بميت مزاح مركز ومدينة المنصورة. مع كلمة العزاء الأستاذ الدكتور وليد البسطويصي فليتفضل مشكورا.